هنتكلم دلوقتي عن injury of ulnar nerve. ولما نيجي نتكلم على injury of ulnar nerve هتكلم عليه على مرحلتين. المرحلة الأولانية أقول اتقطع هنا عند الريست في واحد بيحاول الانتحار فعمل cut wrist هنا، والمرحلة الثانية هتكلم لو الانجري فوق هنا عند الإلبو. دلوقتي هنتكلم هنا، وزي ما تعودنا هنبتدي نقول الانجري لازم ابتدي بالresults of injury. أولا الكوزز خلاص قلناها cut wrist. results أول حاجة motor loss، يا ترى لو اتقطع النيرف هنا هيبقى في موتور لوس في الفور ارم ولا كل اللوس في الهاند؟ كل اللوس اوف هاند. طب مين العضلات؟ يقول لي كل عضلات الهاند اوكي اكسبت الثينر والفيرست ولامبريكل، ادي الموتور لوس كل العضلات. طب هم مين دول؟ يقول لي الادكتور بولشز مشلوله، التالت ورابع لامبريكل، كل الدورسال وكل البالمر انتر اوسياي، كل ده اتشال. ده اول حاجه في الموتور لوس. سنسور لوس، لما يتقطع الالنر نيرف هنا هيبقى التيرمينال برانش بتاعه مش شغال، انه واحد فيهم السوبرفيشال والديب. طيب مين اللي هيضيع سنسيشن؟ السوبرفيشال، تيرمينال برانش بيدي صباع ونص بس، يبقى لو اتقطع الالنر نيرف هنا يبقى ده بس اللي هيفقد بالمر سيرفيس بتاع صباع ونص. ديسابيليتي، يا ترى اللي عندنا مش يقدر يعمل ايه؟ مش احنا قلنا الادكتور بولشز مش شغاله، يبقى مش هيعمل مش يقدر يعمل ادكشن، مش هيقدر يعمل ايه؟ ادكشن اوف ذا سامب. اوكي طيب كمان مين؟ كمان بقيه العضلات اللي هم الانتر اوسياي كلهم واثنين لامبريكل. العضلات دي بتعمل ايه؟ فاكرين الرايتنج بوزيشن اللي هو ده فليكشن في المتكاربو فرنجيال واكستنشن في الانتر فرنجيال، مش هيقدر يعمل الاكشن ده اني مور. وات اباوت الادكشن بتاع الصوابع دول؟ مش هيقدر يعملهم لان دول بتوع البالمر انتر اوسياي. والادكشن بتاع الصنب مش هيقدر يعمله، يبقى لوس اوف ادكشن بتاع خمس صوابع، مش هيقدر يعمل ادكشن للخمس صوابع. طب الابدكشن، ابدكشن للصنب لا سليم مفيش حاجه، ابدكتور بولشز بريفيس ميديان، ابدكتور بولشز لونجس بوستيرو انتر اوسيس، دول مش تبع الانر. لكن الادكشن بتاع الاربع صوابع دول الابدكشن، لما اجي امسك كده اقول له افتح صوابعك، مش هيقدر يعمل الحركه دي لان دي بيعملها بالدورسال انتر اوسياي ودول بيبقوا سبلايد بالانر. يبقى انا دلوقتي عرفت الاكشن اللي مش هيقدر يعمله، لا يعرف يعمل ادكشن للصنب ولا ادكشن للاربع صوابع دول، يبقى لوس اوف ادكشن لكل الصوابع. مش هيقدر يعمل ادكشن للاربع صوابع دول بس، الصنب ما فيهوش مشكله، ومش هيقدر يعمل البوزيشن ده، اسمه رايتنج ايه؟ بوزيشن. طب الديفورميتي، يقول لي الديفورميتي اعكس الرايتنج بوزيشن اللي هيفقد، هيبقى عكسه ايه؟ الرايتنج بوزيشن فيه فليكشن في المتكاربو فرنجيال واكستنشن في الانتر فرنجيال، لما يتعكسه يعمل كده extension في الميتاكاربوفالنجيال وفليكشن في الانترفالنجيال، ويبص على الالنر نيرف اتريست تلاقي المنظر ده، تلاقي بارشال كلو هاند. يعني ايه بارشال كلو هاند؟ يعني عامل زي الخطاف كده ايديه، وبارشال يعني مش كل الصبع زي بعض. هنلاقي الصبعين دول مور افكتد عن دول، ليه؟ لان في اتنين لامبريكل هنا سلام، لكن هنا اللامبريكل باظو، ده اسمه بارشال ايه؟ كلو هاند. طب امتى يبقى كومبليت كلو هاند؟ لما يتقطع الميديان نيرف، يعني كات ريست كومبليت كامل، فيقطع النر وميديان فيضل ضيع الاثنين لامبريكل كمان اللي كانوا فاضلين، فيبقى كومبليت ايه؟ كلو هاند، بارشال كلو هاند اللي هنا، ده الديفورميتي. طب ليه تويستنج؟ ايه اللي هيخس؟ يقول لي العضلات اللي واخده من النر. زي مين؟ يقول لي الهايبوسينر ايمننس، ده هيبقى فلات. اوكي؟ المنطقه دي اللي بين الصبعين دول هتقل لان الدكتور بولشز هتصغر. والاوحش بقى المنظر ده، لما نبص على الباك بتاع الهاند هنلاقي ان في هولوينج، يعني جروف او ديبريشن، هيحصل هبوط في المسافات بين المتكاربال بون نتيجه الدورسال انتر اوسياي هيخسوا، ده اسمه ليت ويستنج ايه تشينجز. ده بالنسبه للكات اتريست. تعالوا نعلى لفوق بقى ونشوف الانجري ات البو. ات البو هنا النيرف ورا ميديال ايبيكوندايل، الميديال ايبيكوندايل لما تتكسر هيقطع النيرف، او يحصل نفس اللي حصل مع البرونيتور تيريس مع الميديال نيرف، الفليكسو كاربي النيرس اللي هي تو هيد، لو حصل تضخم بين التو هيدز دول يضغطوا على الميديان نيرف في مكان اسمه كيوبيتال تانل. الكيوبيتال تانل هو السبيس اللي بتوين تو هيدز اوف النيرس، فيسموا السندروم المره دي كيوبيتال تانل سندروم. اوكي طيب ايه اللي يحصل بقى لو الانجري هنا؟ معناها ان كل الشغل بتاع النيرف مش شغال مش موجود. تعالوا نقول بنفس الطريقه الموتور لوس، فين الموتور لوس؟ يقول لي باراليسيس للفليكسو كاربي النيرس والميديال هاف اوف بروفاندس، وباراليسيس لكل العضلات اللي اتشالت عند الكات ريست اللي هم الدكتور بولشز
وكل الانتر او سي اي، وتالت ورابع لامبريك، لكن هنا دول سلام. فعشان كده بيقول لك كل المسلز اوف ذا هاند اكسبت السينر والفيرست تو ايه لامبريك. ده الموتور لوس. وات اباوت سنسور لوس؟ لما كان الالنر نيرف مقطوع هنا كل اللي ضاع بس الصباع ونص دول، عشان دول واخدين من التيرمينال برانش بتاعه السوبر فيش التيرمينال برانش. لكن لما نقطع فوق هنا هون، لا ده البالمر كوتينيوس برانش انضاف اللي بيدي المنطقه دي، يبقى البالم الميديال ثيرد اوف ذا بالم راح، والميديال صباع ونص راح. لما نبص من ورا يبقى الميديال ثيرد اوف ذا دورسم راح، والباك بتاع صباع ونص راح عشان الدورسال كوتينيوس. يبقى الكوتينيوس لاس هيبقى الميديال ثيرد بتاع الهاند كلها بالصباع ونص بتاعه. نيجي بقى لو قطعنا هنا، يا ترى ايه الديسابيليتي؟ يا ترى الفليكشن اوف ذا ريست هيبقى افكتد؟ اه طبعا، لان الالنارس والميديال هاف بروفاندس مش شغالين، فيبقى الفليكشن ضعيف. وكل العيان ده ما يعمل فليكشن تلاقيه ايده بتحدف لبره، يبقى معاها ابدكشن نتيجه ايه؟ نتيجه انه شغال بالرادياليس، هي رادياليس اللي بتشد، والرادياليس لما تشد تعمل ابدكشن. يبقى ده بالنسبه للفليكشن بتاع الايه؟ الريست. تعالوا نروح للهاند، تعالوا بصوا بقى، هل هيقدر يعمل اد؟ لا ما يقدرش. نفس الكلام، ما يقدرش يعمل ادكشن للصمب، وما يقدرش يعمل ادكشن للفينجرز دي، وما يقدرش يعمل ابدكشن للاربعه دول، وما يقدرش يعمل ايه دي؟ رايتنج بوزيشن. صح يا جماعه؟ طيب الديفورميتي لما يكون مش قادر يعمل رايتنج بوزيشن، المفروض يبقى كده، المفروض يبقى كده نفس الوضع، لان احنا علينا في الليجن. لا، تخيلوا بقى ان الليجن لما علي هنا الصباعين دول يريحوا شويه اكتر، فيبان شكل الليجن انه اتحسن. لا هو ما اتحسنش، هو احنا لما قطعنا الالنر في اوله الفليكسو ديجيتورام بروفاندس باظت، وهي اللي كانت ثانيه الصباعين دول، لما اتشلت الصباعين دول ريحوا، يبان شكل الليجن انه قليل، لكنه اكشولي هو الليجن اعلى. كل ما تقطع نيرف في ليفل اعلى كل ما اثار الليجن يزيد، ما عدا الالنر. ابارنتلي يعني ايه ابارنتلي؟ يعني ظاهريا يبان ان الليجن بيقل، ويسموا الظاهره دي ان هاير ليجن في الالنر نيرف بيؤدي الى ابارنتلي ليس كلو هاند، بيسموها الالنر بارادوكس. ايه هو الالنر بارادوكس؟ ان قطع الالنر نيرف في ليفل اعلى بيؤدي ان شكل الليجن يبان اقل. اوكي، يبقى انا عندي هنا هون ليس كلو هاند، يبقى هنا هون الكلو هاند بقت اقل من الانجري ات ريست. وات اباوت ويستنج؟ ليت ويستنج هنقول بقى في الفور ارم على الميديال سايد، ده هيخس والهايبوسينر يخس والمنطقه دي تقل والهولوينج بتاع الدورسم بتاع الهاند. كل دي اثار الانجري اوف ذا الالنر نيرف، وفهمنا يعني ايه الالنر بارادوكس، وفهمنا التو ليفلز اوف ليجن ايه الاختلاف بينهم. مهم قوي قبل ما ندرس او نذاكر الانجري بتاع اي نيرف، مهم قوي نبقى مراجعين البرانشز بتاعت النيرف ومكان ظهورها. يعني انا لما اقطع الالنر نيرف هنا مين البرانشز السليمه؟ مين اللي خرج قبل ما الليفل اوف انجري ده؟ وهكذا. فلازم نبقى عارفين مكان خروج البرانش وبيغذي ايه، كل برانش بيدي ايه سكين او بيدي ايه مصل. اوكي، اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، ربنا معكم.